السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بوشواري، عن وين دار تصريحات يعني اللاعب الأولمبي المغربي عندما وين قال لهم عندما تعشق بلدك ستلبي الدعوة من القلب. شوف كيفاش لاعبين يعني وين هذو اللعابه وين راهم يقدموا يعني مستويات يعني ويبقاو يعني مستقبل كرة القدم المغربية بكل امتياز، لأن اللاعبين اللي راهم يعني نقولوا بلي المغرب يعني وراه يشوف بلي هما دايرين تخطيط باش يكون الناس اللي يتخطط ما شاء الله عليهم، ناس يخموا على بلادهم، يخموا من ما يخموش على اسم، يعني لازم نمجدوا اسم، لا يمجدوا بلاد كومبلي، يمجدوا بلاد، الناس اللي تمجد بلاد. شوف تايا السنغال النيفو تاعها كي راه داير، الناس تمجد بلاد، يقول لك انايا ما نبقاش انا حاصل انايا 2019، خاطر نصر الدين بغدادي يهضر على 2022 2023، ينتقله صحفي مقدم حصه على بالك كوبي تاع بالك، عليها كوبي كوبيت، نقول لكم على كوبيت شا قالوا؟ قالوا لكن هذا المدرب قدم مستويات كبيرة، قالوا وين انت؟ قالوا 2019، يا ودي قالوا مقابل 2019، ها 82 فانيك ربحنا الألمان، 82 سدينا كوب دافريك، 91 دينا كاس 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 كون يعني كاس تاع اللي ربحنا بها الافرو اسيويه ثاني، ونبقاو نمجدو في حاجه ما صايك الناس، يا ودي الناس راهي داخله، الناس يتوجد كوب دي كوب دافريك الجايه 2024 2019 2022 2023 2024، اي خمس سنين نتايا تقعد تهضر لي 2024 2019، الناس صايك الناس هكا شي الناس دارت بروغرام تاعها مع من تلعب وصاي كملت وبصايك راهم مجدين ودار لك باللي لو 13 جونفي تبدا 2024 لو 13 جونفي تبدا وتكمل لو 10 ابريل، الناس صايي كملوا داروا بروغرام تاعهم. كيف تهضر لي 2019 35 مباراة ونكارين الخير ونكارين، يا ودي انا دروك انا نكارين الخير هذه ما فهمناهاش، انتوما كاكم تخمو فيها والله العظيم بزاف على بالكم. هذه هي احنا نعاودوا نولوا اللعاب هذا بوشواري، يعني وين سيعقد المدير الفني المنتخب المغربي الاول وليد الركراكي سلسله من اجتماعات مع المدرب المنتخب المغربي الاولمبي عصام الشرعي من اجل التشاور بشأن الأسماء اللاعبين الذين يحضرون مع الأسود الأطلس وسيلتحقون يعني بصفوف المنتخب المغربي تحت 23 سنة والذي سيخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي سيضيفها المغرب في الفترة ما بين 24 جويلية و 8 أوت يعني المقبل. على هذيك نقولوا باللي شوف الناس كي يكون كاين تواصل ما بين المدربين العمل، يعني الناس متواصله بيناتهم العمل، يعني قايمين بعمل كبير، الناس كيفاش قايمه بعمل كبير، ناس كيفاش تخدم، ناس كيفاش تخدم، ناس قايمه بعمل، تقوم بعمل يعني جبار، عمل جبار كزعقه. على هذيك شو وين يوصلوا، يعني وشكون هو الركراكي مع المديريه الفنيه، مع المديريه الفنيه تاعهم على مستوى، ماشي كيما تاع انا يجي تاع الدراري صغار يخرج للمارك، رئيس اتحاديه قلب السما مع الارض، يا ودي خلينا السما هكا نشوفوا فيها وخلينا الارض نمشوا عليها، خما تقلبوها لنا كي نمشوا بالمقلوب. حنايا ذاك مصطفى بالسكري خلعني التصريح تاعو، قال لهم رئيس الاتحاديه زياد زويزف قلب السما مع الارض، عاودي خلينا السما خلينا السما السما نشوفو يا هاك، عاود تقلب لنا كي نولو نمشو انا عشيطه. يعني من شو الناس اللي خدمت، ناس اللي تخدم، ونعاود نولو من بين العناصر والتي تحضر مع المنتخب المغربي الاول وينتظر ان تلعب في الفتره المقبله مع الاولمبي نجم نادي سان تيتيا الفرنسي بنجامين بوشواري الذي عبر يعني
عن سعادتي بتمثيل المنتخب المغربي، وأنه ليس هناك أي فرق من وجهة نظري في اللعب للأسود الأطلس والمنتخب أقل من 23 سنة. حنا كنا قادرين وين إيفان تروا يلعب، شايبي يلعب، يلعب بوعناني يلعب، حجام، كنا قادرين هادو يلعبو، بصح للأسف الناس دير الباز بيهم. ما يقولي حنايا فرحنا حنا كي جاو اللعابة، بصح الناس داروا بيهم الباز. كيفاش نعطيهم نبقى أنا وما قالوا في على ما قالكم في قدرة واحدة، كي المدرب كي المشرف تاعكم كي الفئة قالكم في قدرة واحدة، تما كاع ضعاف، غير يعني كاين خط أحمر، كاين خط بنفسجي، كاين خط، كل واحد داير له خط على حساب النيفو. أنا نقولكم، وفي هذا الإطار قال يعني بنجامين بوشواري لا فرق بالنسبة إلى من بين اللعب للمنتخب المغربي الأول والأولمبي في كأس إفريقيا تحت 23 سنة على الأبواب، وأي لاعب يستدعى من يعني المنتخب الأول للعب مع الأولمبي يجب أن يكون حاضر. عندما تعشق بلدك يكون ذلك نابع من القلب. وتبع مشواري أكون دوما سعيد عندما أحمل القميص المنتخب المغربي، ومثلما حضرت في آخر معسكر تدريبي مع كتيبة المدرب وليد الركراكي سألبي دوما دعوة المنتخب المغربي الأولمبي. وختم حديثه بقول أسعى دوما لتطوير مؤهلاتي في الدور الفرنسي، وهدفي إسعاد الجماهير المغربية دوما بتقديم أداء في المستوى تطلعاتها، سواء عندما يتعلق الأمر بالمناسبات التي أحمل فيها قميص المنتخب أو برفقة فريقي سانتيتيا. هذا من سانتيتيا جابوه، حنا يعني بيكم كاين زوج لعابة من سانتيتيا، كاين غارديا وكاين واحد يلعب ديفونسير، يلعب في اللاكس، راهم داروا له جنسية قطرية، هما الجزائريين داروا لهم جنسية قطرية. الناس كيفاش حنا كانوا قادرين ذاك هذاك قادري، هذاك قادري كانوا قادرين يعيط له ويقول له شاري عندك بالعام، عندك 18 عام راح تلعب مع الاولمبي، بالعكس بي اللي غادي نجي نتفرج عليك، انت شايبي لعبت هنايا ولدي خويا حمال ديك تي تلبي الدعوه، راك جزائري ايفان تروا روح تلعب غادي، انت يا حجب لعبت شو انت وعناني لعبوا تشوفنا، انت جبتهم تتحكم فيهم، هيا راجل على حساب انت مي قلت انا جبتهم، انا على بالنا بلي مشي انت يا كاع، انت تجا وهنا باش تلاقيت بهم، خاطش لو كان الصوره يعني انت ما نورمال، بصح هما كي شافوا كانوا دايرين صب كي شافوا جاهد زبزب ولاو يضحكوا ويلعبوا مع جاهد زبزب. هذه هي على هذيك نقولوا بلي اليوم وين يبقى تشوف كيفاش الناس، وين تشوف انت يا واحد عنده 15 عام في البارسا مع المغرب، تشوف من تشوف من تشوف من، يعني كاين بزاف صوالح، كاين بزاف امور يعني اللي تخليك على تقول بلي هذا المنتخب، يعني هذا المنتخب اللي عنده غادي يكون عنده يعني مستقبل ما غاديش. يعني وين نقولوا بلي يعني وين نقولوا بلي بارتي يا شباب، شو بيتي تشوف الوداد، تشوف السبير، تشوف سي ار بي مع ساندوس، يعني اش غادي نقولوا حنا دروك ان شاء الله نربحوا، غادي نقول لك رجع نربحوا مباراه صعبه، يعني ربما احنا كما يقول لك عندنا امال كبيره في الجماهير والضغط الجماهيري يعني اللي غادي يصنع الحدث، يعني نعرف اللي اليوم يعني الساعه في الليل غادي نشوفوا يعني مباراه قمه، ونشوفوا الشباب بالوزداد والجماهير الحقيقيه تاع الشباب بالوزداد، نشوفوا يعني غادي تكون مباراه كبيره. كما نتمنى الفوز للوداد، مازال ما لعبوش، مازال باقي لهم واحد الساعه هكا ولا، ونتمنى الفوز للرجاء، رجاء 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 نتمناو لهم الفوز ان شاء الله بربي، هذه هي، واللي يخدم ربي معاه، هذه هي اللي يخدم ربي معاه، انا نقولها لكم.
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي وصحيتو.